السلام عليكم. ماني عمري 12 سنة. أنا هي البنت القصيرة اللي تغتصبت من طرف الدري جارنا. هو جارنا أنا ما كنتش كنظن فيه أنه غادي يجي شي مرات وغادي يغتصبني ولا غادي يبقى يتحرش بيا. كان كيسحبني واش هو خويا. أنا غادي نقول لكم دابا النهار الأول كان كيهددني كيقول لي يا إلا قلتيها لوالديك غادي ندبحك. فيما لقيتك غادي ندبحك إلا قلتيها لوالديك. وحيت صافي أنا خفت من والديا وخفت منو حتى هو صافي. حيت كنمشي أنا كل مرة كندوز من حدا كيجرني كيبقي يتبسل عليا وهكا صافي وكيقول لي يا إلا قلتيها لوالديك غادي ندبحك. إلا قلتيها لشي حد غادي ندبحك. أنا خفت. عاودي لنا كيفاش وقع عليك بالضبط من الأول؟ انا من النهار الاول كان كيتحرش بيا داك الدري. كان كيتعرض ليا. واحد النهار جرني لواحد الخلا فين وقعت لي انا المشكله. وعاوتاني من بعد كان كيتبعني فين ما مشيت. الا شافني في الحانوت كيتبعني. الا شافني في اي بلاصه كيتبعني. انا كنت خايفه ما قديتش نقولها لوالديا. حيت قال لي الا قلتيها لوالديك غادي ندبحك. حيت انا كنت كنتفرج بزاف دوك الاخبار اللي كيقولوا كبير كيقتل بنت قصيره. صافي انا تخلعت بزاف ما قلتهاش لوالديا. حيت واحد المرات عاوتاني انا بالليل داخله للطواليط انا جايه خارجه تعرض ليا. بقيت سد ليا فمي وبقى كيخنق فيا. شي شويه خرجت ماما حسات بالرقيب وحسات بيا. خرجت لقاتو شادني هرب. حيت هرب صافي ماما بقات كتغوت. انا كنطلب منهم يشدوا لي حقي من هاد الدري وما يخليوهش يبقى يدور حدايا تما. حيت فين ما شافني كيبقى يحلف فيا. وانا خايفه دابا خايفه كنخاف نخرج كنخاف نخرج حتى لبرا. وقرايتي بغيت نبقى متابعها. السلام عليكم. عندك هاد القضيه سيدي الله يجازيكم بخير. هاد القضيه ما شجعتنيش فيها القضيه ديال السلطه. ما شجعتنيش القضيه ديال السلطه بحال اللي كتجي من جهه هاد الناس. هاد القضيه ديال هاد السلطه انا كنت محن مشيت من عند من يد الوكيل كيشطحني جوج مرات. ويوم الثالث عندي وهادي 15 يوم هو كيديني ويردني عندك سير لي بريغاد. جيت لي بريغاد ما استحقت مني حتى حاجه. المشكل اللي هو كان عندي الاول درت الشكايه الاولى جارت بيا الناس منو جديد حتى دوخوني درت لهذا السيد التنازل. قلت انا من عاودينا بعد المشكل شنو هو عاد دخل في الحيثيات ديال الموضوع. عندي المشكل اللي هو عندي هذا الجار هذا معدي عليا وتعدى لي على وليداتي دابا راهم في القصف في حاله في هانه في تكرفيصه. وليداتي مشردين وليداتي في وجده. تعدى على هذه البنت القصيره هذه اللي عندي راه 12 سنه. الوليدات الاخرين الولده الاخرى في 20 البنيه الاخرى في 18 ولكن راه تشردوا ليا مشاو بحالاتهم. هادو ما بقاوش ولادي دابا. كيقول لك با ما حدا الحاله كنشوفوها ما غاديش نبقاو معاك. هذه هي الحاله اللي بقات فيا. شفت ولادي تزلعوا ليا. شفت الحاله ديالي السمعه ديال فوسط القبائل طاحت ليا. الشرف ديال بنتي ما بقاش. بنتي كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك في الحياه ديالها على قروها قرات السلطه هددها على الشاف هددوها كيقولوا لها غادي تقري ولا ندخلوك للحبس ولا غادي نضربوك. اش هاد الحاله اش هاد الحكم اش هاد السلطه هادي ما تفهمات لياش. مشيت للوكيل تسد عليا البيبان. مشيت للسبيطار تسدوا عليا البيبان. جيت للدار كاني باقي في مدارهم. انا باقي كندور ما عندي حتى حق ما توصلت حتى بشي حاجه. هاد الحاله حاله لا حلاله لها. امتى وقع هادشي للبنت ديالك؟ هادشي وقع للبنت ديالي من النهار اللي درت عليه الشكايه. وقبل كان كيتعرض ليها مني شد الله الفضيحه. ولات البنت تقرات بهاد الفضايح باللي كيتعرض ليها وكيهددها. والنهار اللي تشد من ذاك النهار اليوم راه 15 يوم ما بان ليش الحق. مشيت للاختصاصي قالوا لك ماشي اختصاصي ماشي هذاك. لا تمشي الراجليه لا تمشي الفاس. هذه راه حاله من حالات الظاهرات. نزيدك مازال كانت محني الى يومنا هذا ما عندي قدر باش نمشي لا من هنا ولا من هنا. ولا طلبت من الوكيل حقي مازال ما بانش. طلبت من الدارك حقي مازال ما بانش. كنتمنى من الله ومن السلطه اللي تحت اشراف الملك محمد السادس الله يعلي رايته في السماء
والله يكثر خير الدوله الى ما تاخذ لي حقي. انا راني ضايع، راني مشرد، راه وليداتي ضايع فيهم. واش غادي نقتل روح؟ واش غادي نبقى على وجه الارض كنت ندمم؟ واش ما عندي حق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. راني في حاله ضروره فيا وما صبرتش، وحتى دابا ما صابرش. غادي نقتل راسي ولا غادي ياكلني التراب؟ كان مرض في حياتي، راني مريض، وقع لي مشكل، وقع لي مشكل. هاد الحاله ما كاينش اللي يستجب لي فيها شي حاجه. ما هي نزاع على الملك؟ ما هي نزاع البنيه؟ ما هي حاله الروح؟ الاغتصاب، القتيله، وكنضحكوا على هاد الحاله. هاد الحاله من هاد الشيء اللي خلى حالات من هاد الحالات يقواو في الدنيا. هاد الحالات مني ما كانش الاعتراف. اخر مطاف. اخر كلمه واخر رساله بغيتي توجهها للمسؤولين؟ والله يكثر خيرهم ويقوي منهم ويجازيهم بخير. كنطلب من الله ومنهم باش يساعدوني في هذه الحاله هذه، وما يخلونيش في هذه الحاله، وما يخلوا ليش هذه البنت نشوف فيها هذه النظره هذه وهذه الحاله كتشوفها فيا. البنت ديالي ما جالساش معايا. كنطلب من الله ومن الدوله ومن المسؤولين اللي في هذه الحالات يعترفونا شي حاجه ويعاونونا باللي كان، ويشوفوا في حالتنا يا ترجع لوقت الامجرة ويتنسى هذا المشكل. هذا المشكل راه قوي، راه وليداتي مشردين، عندي جوج دراري وكنخاف على راسي مازال. يجيو ولادي غدا وبغد غدا ويقتلوا لي هذا السيد هذا. هذا السيد كون تلقاه ولادي انا ما غاديش يعيش على وجه الدنيا بعدا. اولا علاش؟ هذا ماشي حاله الصبر. الانسان اللي كيدير هذه الحوايج راه كيوقع على المشاكل الكبيره. كنطلب من الله ومن المسؤولين يحددوا معنا هذه الامور، والله يجازي خيرهم